السلام عليكم. تفقد والي ولاية تلمسان البارحة القطب الجامعي الجديد ببلدية شتوان، واللي يعرف تقدم كبير في الأشغال، حيث أنه ما بقي إلا عملية تجهيز، وسوف يفتتح جزء من هذا القطب الجامعي السنة المقبلة إن شاء الله. وهذا القطب يستوعب حوالي 6000 طالب، ويتربع على 5 هكتارات، ويعتبر الثاني بعد جامعة تلمسان اللي نعرفها، واللي تقع بالمدينة تاع تلمسان. إذن هذه إضافة جديدة لولاية تلمسان. وكذلك نشوف الطابع العمراني تاع القطب هذا، حيث أنها تتميز بالطراز الأندلسي معصرا، يعني بإضافة لمسات تاع عصرنا، مع إضافة فتحات كبيرة واسعة، فتحات زجاجية لإضفاء مزيد من الضوء للفضاءات الداخلية نتاع الجامعة هذه. ونترككم مع نهاية الصور هذه، والسلام عليكم.